الانتفاع بالقرآن الكريم يقول الكاتب إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه والقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه وتعالى منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فقوله إن في ذلك لذكر إشارة إلى ما تقدم من أول الصورة إلى هنا وهذا هو المؤثر وقوله تعالى لمن كان له قلب فهذا هو المحل القابل والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله سبحانه كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا أي حي القلب وقوله ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام قوله تعالى وهو شهيد أي شاهد القلب حاضر غير غائب قال ابن قتيبة استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساهل وهو اشاره الى المانع من حصول التاثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتامله فاذا حصل المؤثر وهو القران الكريم والمحل القابل وهو القلب الحي طبعا القلب الحي ووجد الشرط وهو الاصغاء لان الاصغاء هو الشرط الجامع بين القرآن والقلب، وانتفى وانتفى المانع أي أي زال المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر، فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن الكريم، فيجدها كأنها قد كتبت فيه وله، فهو يقرأها عن ظهر قلب ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة فيحتاج الى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وذكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته ان يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه فيعلم حينئذ أنه الحق، فالأول حال من رأى بعيني ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره، فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان، هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الاسلام، فعين اليقين نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الاخرة، فالحاصل في الدنيا نسبته الى القلب كنسبة الشاهد الى العين، وما اخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الاخرة بالابصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين.